بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الأهلي فوق الجميع، هل استوعبها الجميع إبراهيم؟ أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين. حلقة اليوم تحمل الرقم 875، ويبدأها المهندس عدلي بالسؤال الجدلي: هل استوعب الجميع معنى الأهلي فوق الجميع؟ أنا أرى أن دي أهم كلمة يجب أن نعيشها كلنا. أهم من انتصارنا لرأينا، أهم من انتصارنا لمصالحنا، أهم من فكرة أن إحنا عايزين بس إيه نقول أنا قلت لكم، وأنا أول واحد قال السبق الصحفي والإعلامي، أهم من مين يوصل ومين ما يوصلش. مصلحة النادي الأهلي فين؟ إذا ما عرفناهاش يبقى مش عارفين معنى الكلمة دي. يا أستاذ إبراهيم، إحنا عايشين حالة من عدم السعادة بالنادي الأهلي، ودي حاجة غريبة جدا في الوقت اللي غيرنا بيفرح بيه بأي انتصار وبأي توهج لنجم من نجومه وبيساند فرقته وهي في حالة نهضة من كبوتها فيقدر يقومها. احنا عمالين نتحاسب على الكمال، والكمال مش موجود في اي حتة. اعتقد ان انت مجهز مضمون يشرح لنا معنى هذا الكلام. حناش ده كله عايزين نحب الاهلي ونجعله فوق جميع وجميع انتصارنا بوجهة نظرنا حتى. صحيح، ده كلام مهم جدا. ان يا جماعة نشوف ابرز العناوين: عندما يغيب المنطق وتجلد الذات، في دار السلام كاد يكون الأمر تمام، حقائق مش تبرير في كلام المدير، أبناء ولكن من بدري بابا نويل في الجبلاية، وأخيرا أسمع كلامك أشوف أمورك لا أستعجب. ده مضمون حلقة النهاردة، لكن عايز بداية نقف عند تدريب الأهلي النهاردة. لا نستأنف تدريباته استعدادا للمباراة المهمة مع شباب الوزداد اللي هتكون مساء الجمعة إن شاء الله في استاد الجيش في برج العرب. أديكم شايفين الجانب من مران اليوم، مستر مارسيل كولر بيقف على حالة كل اللعيبة ويتمرن بكرة الثلاث والأربع والخميس، يروح اسكندرية إن شاء الله للمبيت بيها استعدادا لهذه المباراة. المران يمكن شهد جانب بدني وجانب تكتيكي، وانتظم فيه أنتوني مودست الفرنسي ونيدفيد وكريستو. ده الثلاثة أجانب يعني، مودست وكريستو ونيدفيد. ثلاثة أجانب. نيدفيد وكريستو كمان، محمد الضاوي وكريم وليد وأنتوني مودست، الثلاثة شاركوا في التمرين. وياسر إبراهيم أدى جلسة في الجيم لكنه حالته الحمد لله مطمئنة، ومحمد عبد المنعم المصاب بالتواف الكاحل بسيط الحمد لله أدى بعض التدريبات البدنية، لكن حالة عبد المنعم وحالة ياسر إبراهيم مطمئنة، وإن شاء الله موجودين مع الفريق في قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، القائمة اللي بتتبعت النهاردة إن شاء الله. عبد المنعم خضع لجلسة علاج طبيعي قبل ما يؤدي بعض التدريبات البدنية الخاصة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية إن شاء الله. التمرين أعتقد كويس إن الأمور تكتمل بعودة المصابين، بس يا رب يعني يكونوا في حالتهم. لان مش مساله عوده بس، عوده انك تعود. يعني احنا شفنا فرحه الراجل بعوده عمرو السولية مثلا، اي وقد ايه كان مقدر ان لعيب زي كده يرجع على الفريق. لان انت كل ما تيجي تتكلم على لعيبه خط الوسط، اللعيب المصاب ما بيتعدش. خط الظهر اللعيب المصاب ما بيتعدش، يقول لك عايزين. احنا لو فضلنا نتكلم على نواقص الفريق بهذا الكلام، احنا عايزين كل سنه نجيب فرقه. انما احنا عندنا فرقه فيها مستويات متقاربه،
لعيبه مهمه جدا، وشفنا انها تقدر تشيل كلها، وان الغيابات باذن الله ما تكونش مؤثره، لان برجوعها بتقدر تعوض فراغات بتحصل وهكذا. طيب مين اللي هيرجع ومين اللي هيستمر في التاهيل؟ نشوف الزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي لمران الفريفي مختار التتش. مساء الخير يا كريم، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. تحياتي ليك يا استاذ ابراهيم وتحياتي للبشمهندس عبد الفتاح وتحياتي لكل جمهورنا العظيم وجمهورنا. اهلا يا كريم، قول لي تفاصيل تمرينه النهارده ومين اللي رجع ومين اللي يستمر غيابه والبرنامج ماشي ازاي؟ يعني بالتاكيد طبعا الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا جدا مع كل اللعيبه عشان يكون جاهزه للكل، لان مرحله متلاحمه في المباريات، تفضل المسؤوليه الجبارات، عندك كمان مباراه الجزائر، يعني موضوع عديد جدا الحقيقه. فريق بيسعد طبعا الجهاز الفني لما بيرجع قيمه زي عمرو السوليه اللي بيشوف بياخد يمكن فتره بسيطه في المباراه، لكن ظهوره كان جايب يمكن النهارده. طبعا موقع رسمي النادي الاهلي اعلن عن عوده مورس تموز النهارده، يمكن خد من التدريب. الصوت كريم نستاذنك تتحرك شويه عشان الصوت، تحرك من مكانك شويه. يمكن يعني كده يا باشمهندس عدلي استاذ ابراهيم. اه كده اتفضل. يمكن زي ما بقول لك النهارده مودس والباوز كريم نثبت يعني لا برضه يا كريم الصوت فيه تشويش شويه، حاول تقف في مكان انسب شويه. الصوت كده تمام تمام الصوت. طب هنحاول نعاود الاتصال بيك تاني بعد تظبيط الصوت. انت عمرو السوليه عودته مهمه قوي، المدرب فرحان بيها، شايف ان عوده مهمه. وطبعا اي لعيب بخبرات الكابتن عمرو السوليه او كل لعيبه الاهلي مهمه. كل لعيبه الاهلي مهمه. ايوه، فلما تبقى في حالتها مفيش اسعد من المدرب. لانه بيقدر هنا بقى اما يعمل روتيشن محدش يقعد ينظر عليه. ركنت ده ليه ولعيبه ده ليه والناس عماله تدور على ما لعبش. طبعا. فانما عوده اللاعبين مؤكد بتدي قوه مضافه الى الفريق. مودست بعد الاصابه في الفتره اللي فاتت يدخل تمرينه النهارده. اتمنى بس مودست يوصل لحالته عشان نعرف نقيم الامور. هو بيدي مؤشرات مش محتاجين ان احنا نفتش وراه، انه لعيب عنده حاجات كويسه. حتى لو كان سنه كبير مش مطلوب منه النهارده اللي كان بيعمله 5 6 سنين لمده سنتين ثلاثه قدام. أيوة. مفهوم فلسفه انك تجيب لعيب بتشوفه سنه بسنه. انما لو استطاع انه يستعيد مستواه في الايام القادمه هتبقى مفاجاه سعيده. خاصه ان المنافس اتحاد جده بيستعيد كابتن احمد حجازي. اي لاعب يرجع. طب رجع لنا كريم تاني، كريم احمد اتفضل يا كريم. يمكن طبعا كنا بنتكلم على عوده الطبيين، عوده عدد كبير من اللعيبه، ويمكن اجباد الفنيه اللي كان بعيد الفتره اللي فاتت، فعشان كده اجباد دور كبير جدا نفس البرنامج على احتمال وجع ان شاء الله باذن الله عوده بس تكون اضافه. لكن احنا كمان يمكن عندنا يعني تدريبات حتى يوم الخميس منتظرين نشوف بس في الاشتراكات وفي الامتحانات، لان التهاني بيكون كبير جدا. عمر خد جزء من المباراه عشان كده يعني عايزين في تهاني، لان عندنا بطوله كبيره يا باشمهندس عادل استاذ ابراهيم، عندنا بطوله كاس العالم عايزين نخسر واحد زي منها. طب لو 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 وقفنا مع كل حاله من الحالات اللي هي يعني موقفها معلق، محمد عبد المنعم موقفه ايه؟ كان يعني بيحاول لا الصوت تاني بيبوظ يا كريم. انت في التتش ولا في تنزانيا؟ كريم اهو قطع الخط واضح ان فيه. طيب هنعود الاتصال تاني. كنت انت بتقول انه مودست ياخد يعني يجهز للتقييم الموضوعي. ما هو ظهوره مش منتظم لدرجه انك تقدر تاخد فيه تبني قرار. على يعني ما شوف الناس شافته في الجونه وشافت مهاراته وعمل ايه تفائلت، لكن غاب على طول بعديها ما عرفناش نبني على التفاؤل ده. فيا رب يكون خبر سعيد ان الفتره الجايه ينتظم ونشوفه بقى بلياقته اللي هو هيقدر يديني ايه لاخر السنه ونعول عليه. لكن برضو فكره ان لما يجي لي بقى مهاجم يبقى من انصاف الفرص ويبقى الفرص كلها المهدره هتتسجل، لا كل واحد له دوره. هو هيجي له كام كوره في الماتش؟ انت فاهم قصدي؟ هل الطريقه هتساعده ولا مش هتساعده؟ هل الاداء بتاع زمايله هيساعده ولا مش عشان نكون منصفين.
احنا لحد دلوقتي هو لا لقى الاسلوب اللي يخليه يقيم عليه، ولا هو حالته البدنيه. كريم ياخد المحاوله الاخيره؟ ما انت كل ما اجي اتكلم كريم يقاطعني ويا ريته بيكمل. طب كمل يا كريم. اخر محاوله. اتفضل يا كريم. يمكن طبعا كنت بسالك على محمد عمنا. طمنا على محمد عمنا. منعم وياسر، يعني هم دول طبعا اللي عايزين نطمن كل جمهور النادي الاهلي عليهم. ياسر ابراهيم الحقيقه هو اللي ان شاء الله باذن الله يكون متواجد بكل قوه في مباراه الشباب والاسداد. ياسر يعني الحقيقه النهارده طمنا عليه، هي كدمه في الركبه لكن قوته ورجولته الحقيقه كبيره جدا، فان شاء الله يكون متواجد. منعم التواء الكحلي، يعني منعم كان عانى الاصابه دي اكتر من مره، ويمكن كمان مع المنتخب كان الامر صعب شويه معاه، لكن يعني شفناه النهارده بيجري حول الملعب بسيط. لسه عندنا 48 ساعه تدريبات منتظرين ان احنا نطمن عليه. اهم حاجه في الاستحمام، لان زي ما بنقول يا باشمهندس علي يا استاذ ابراهيم، مش عايزين ننزل لاعب في مباراه نفقده في بطوله كبيره جدا بقيمه كاس العالم للانديه، سواء منعم او مودست او ياسر. واعتقد ان هو ده اللي لازم يعني نبقى التارجت، وجوده معانا في كاس العالم للانديه كمان حوالي اسبوع هو ده الاهم، او 10 ايام يعني اقل من 10 ايام. ده امر مهم جدا، عشان كده الجهازات الطبيه لابد تكون على اكمل وجه لكل اللعيبه. عشان كده بنقول ان الجهاز الطبي الحقيقه بيقوم بدور كبير جدا، لكن الدفع بين عدمه ومن بعض اللعيبه منتظرينه ان شاء الله في خلال ال 48 ساعه القادمه. ايضا كمان عايزين ناكد على جاهزيه اكرم توفيق، ان شاء الله باذن الله يكون من بدايه المباراه برجولته الكبيره وبروحه الكبيره جدا. اكرم واحد من الشخصيات الرائعه جدا، عشان كده بنقول الفتره القادمه متلاحمه، محتاجين مجهودات كل اللعيبه. النهارده يمكن مستر كولر اجتمع بلعيب النادي الاهلي قبل التدريب، اتكلم على اهميه المرحله، على مباراه شباب والاسداد. الفينش مهم جدا قبل ما تروح كاس العالم، وده كان امر مهم جدا اتقال للعيبه، عشان كده اداء ونتيجه منتظرينهم ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه لعبتنا ان شاء الله بإذن. تقدر تكلمنا على موقف محمود متولي؟ كان في كلام انه ابتدى يرجع. متولي برضه داخل في المراحل الاخيره خلاص، يعني برضه النهارده كان واخد الجزء التدريبي التاهيلي بتاعه النهارده. بقول لك يمكن المجهود الطبي اللي بيبذل مجهود كبير، لان العوده بتكون مهمه جدا، فلابد ان اللعيب يكون راجع بنسبه 100%، لان الخساره مش مطلوبه للعيب. عشان كده يمكن متولي النهارده بنشوفه بياخد جزء من التاهيل البدني ليه، لكن مشاركات الكوره طبعا يعني لسه ما شفناهوش. زي ما بنقول الالتحامات هي اللي بتدينا المؤشر ان اللعيب ده جاهز ولا لا. سبرنتات، سرعات، الترنات، الحاجات دي بنشوفها في التدريبات بتطمنا بشكل كبير جدا على اللعيب. يا رب ان شاء الله باذن الله سكواد النادي الاهلي باذن الله يكون في كامل جاهزيته، سواء في مباراه شباب الاسداد او الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي طبعا بطوله كاس العالم. مارسيل كولر استقر على قائمه الفريق لكاس العالم؟ والله يا استاذ ابراهيم النهارده يعني طبعا انت عارف هو اليوم الاخير بعد التمرين مباشره، كان في جلسه كابتن محمود الخطيب الحقيقه من البدايه من صباح اليوم النهارده، كان في اجتماعات عديده جدا بعد الانتهاء مع مجلس الاداره، تواجد الى ملعب مختار التتش في امور الحقيقه تنسيقيه. ويمكن زي ما بنقول مستر كولر في حيره كبيره، عندنا سكواد مميز، عندنا لاعبين مميزين، ممكن يعني بلغه الكره كده ممكن تيجي على لاعب، لكن الجاهزيه مش فنيه فقط، لابد ان انت تكون جاهز بشكل كامل. ملف الطبي كان امر مهم جدا، عشان كده بنقول الجاهزيه الكامله لكل لاعبي النادي الاهلي في بطوله كاس العالم امر مهم جدا، ويا رب ان شاء الله يعني يكون معاه ويقدر ان هو يختار التوليفه المناسبه والسكواد المناسب اللي باذن الله ان شاء الله نحقق شيء كبير جدا في كاس العالم زي ما جمهور النادي الاهلي. ما اعلنش بشكل رسمي عن القائمه؟ لا يعني طبعا احنا بننتظر الاعلان الرسمي من الموقع الرسمي للنادي الاهلي طبعا كالعاده، لكن يعني حتى هذه اللحظه لسه ما شفناش الاسماء تحديدا، لان في اجتهادات كبيره جدا. ناس بتقول لك احمد عبد القادر مش موجود، ناس بتقول بعض اللعيبه. لا احنا الاعلان الرسمي لابد يكون من النادي الاهلي، لان الامر ده بيكون مهم جدا وبيبقى له تاثير شويه على بعض اللعيبه، لكن ان شاء الله خبرات كبيره مع لعيبه النادي الاهلي اللي موجود هيرفع اسم النادي الاهلي مهما كان اللي مش متواجد، لابد يكون بروحه بقلبه. وده الكلام المهم جدا اللي كالعاده كابتن محمود الخطيب بيقوله لعيبه النادي الاهلي، الهدف هو النادي الاهلي وليس اللاعب فقط. كريم احنا بنشكرك، شكرا جزيلا. شكرا استاذ ابراهيم، شكرا باشمهندس علي. شكرا للزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي لملعب التدريب، واعتقد كان مهم نطمن على حاله اللعيبه اللي راجعه من الاصابات وانخراطها في التدريبات بقوه. يمكن طمنا على انه ياسر ابراهيم ان شاء الله يكون موجود في قائمه الفريق في مباراه الجمعه، يمكن محمد عبد المنعم لسه هيخضع لبعض الجلسات والتجهيز خلال ال 48 ساعه اللي جايه لبيان فرصته من المشاركه في مباراه بلوزداد، لكنه ما فيش حاجه تعيقه ان شاء الله عن المشاركه في كاس العالم مع الفريق، واعتقد بقيه العناصر كلها جاهزه. استاذ ابراهيم احنا عشنا طول عمرنا حتى لما كان بيحصل ظروف صعبه، اصابات ولا غيابات ولا مش عارف ايه، كنا بنراهن على حاجات من ثوابت النادي الاهلي، ان في قوه كامنه جوه النادي الاهلي، روح النادي الاهلي،
مواجهه التحديات، مسانده الجماهير في اللحظات الحاسمه، كل ده اللي كان بيطمنا. لو اي عنصر من العناصر دي اتهز شويه القلق بيبقى اكتر من الاصابات. يعني الذي يهدد الاهلي الان ان نقف جميعا خلف النادي الاهلي. مش كل واحد عايز حاجه في دماغه لازم ان ما اتحققتش يهاجم الناس وبضراوه ولا يستثني احد. انا مندهش جدا من الهجوم على النادي الاهلي من اول رئيسه بالطريقه دي لمجرد ان يحصل نتيجه. كلنا متضايقين من النتائج السلبيه، لكن مش كلنا هنغضب ونتصرف بغضب، لان في مسؤوليه بتقتضي انك تتصرف باحترافيه، واللي عندنا كمعلومات عند الاجهزه مش متوافر لدى الجماهير. ما ينفعش ان انا عشان اداره ما تدافع عن نفسها تطلع تقول اصل الحقيقه يا جماعه كذا 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 كذا. هذا يعرض النادي الاهلي واسلوبه للخطر. لابد ان نشعر بثقه الجماهير زي ما قلت لك. غيرنا يتمنى ما يحققه النادي الاهلي من جماهير يتمنوها نصفها، وبيسعدوا باداء نجومهم حتى لو الماتش اللي ما بيكسبوهوش بيطلعوا فيه باي ايجابيه. شفت الشوطه، شفت اللعبه، شفت المهاره، شفت فلان. فهذا هو اللي بيخليك تستمتع بكره القدم، مش انك تدور على السلبيات. لان طبعا كره القدم ما هياش يعني تعطيك كل ما تريد على مستوى العالم، لكن انت بتاخد بالاسباب. تعال ناقش الاسباب. لكن النهارده الاسباب نفسها استاذ ابراهيم مهدده بانها ما تبقاش حقيقيه. يعني هو احنا النهارده وكلاء اللاعبين مش مؤثرين على الراي العام؟ ما لهمش اعلام بيتفقوا معاه عشان يضغطوا ويروجوا؟ 90% من الاخبار اللي بره دي مش صح. 90%؟ 90% مش صح من الاخبار ان فلان هيجي الاهلي والاهلي هيجي مش بس هو كمان الترويج ده معناه ايه؟ ان لما حصلش ده جمهورك يشعر بان في اخفاق. انت ما فيش فتره انتقالات، ما دعمتش الفرقه بثلاث اربع عناصر في منتهى القوه وبدراسه حقيقيه. واللي يقول لك المفروض تاخده زي الفرقه المحترفه، تعالوا شوف الشغل جوه النادي الاهلي زي الفرقه المحترفه ولا لا. انما الكلام من بره لمجرد الهجوم للاسف بعض جماهيرنا بتصدقه. وخصوصا لما يكون من اعلام ينتسب الى او هو بيروج نفسه انه اهلاوي. النهارده علينا الفرز، علينا الفرز يا استاذ ابراهيم. لان لا يمكن القبول بان احنا نقيم باللقطه. النادي الاهلي عمره ما كان كده. نطلع اللقطه دي السماء ونوقع باللقطه اللي بعديها الدنيا للارض، سواء كان اداري او لاعب او مدرب. او هذه مشاهد لم يعتاد عليها النادي الاهلي. بمناسبة المشاهد، احنا ما تعودناش انه البرامج الرياضية بتاعتنا تهتم بقطاع الناشئين وببطولات الناشئين. الاهلي بقاله فترة طويلة بيكسب الزمالك رايح جاي في مختلف الاعمار، الزمالك يكسب ماتش، الاهلي يكسب ماتشين ثلاثة، اندية تانية تكسب وهكذا، ولا حد دريان بمسابقات الناشئين، الى ان فاز الزمالك في ملعبه على الاهلي في بطولة 2001. عندها ادرك الجميع 2003 عندها ادرك الجميع ان في قطاع ناشئين وفي مباريات ناشئين، لانه الاعلام فجاه اهتم اهتمام استثنائي بهذه المباراه تحديدا. لكن على فكره يمكن لانه فوز الاهلي على الزمالك لم يعد في السنوات الاخيره هو الخبر، الاستثناء بتاعه هو الخبر اللي بيدعو للاهتمام. بالمناسبه بكره ان شاء الله، انا اتفرجت على المباراه دي يا استاذ ابراهيم، بكره الاهلي والزمالك مواليد 2008 في مدينه نصر. انا اتفرجت على المباراه دي. والزمالك اول عشر اول ربع ساعه ادى اداء هايل جدا. ايوه. وسط مش عارف خمول من دفاع النادي الاهلي، لان في جولين جم ورا بعض بمشهد غريب جدا. لكن الجون الاولاني الحقيقه جميل قوي قوي، في ابداع. ايوه. ولاعب الزمالك احرز هدف مبدع يعني.
فيما بعد هذا الاهلي سيطر على المباراه واضاع الكثير من الفرص لدرجه اضاع ضربه جزاء في الشوط الاولاني. الشوط الثاني اضاع اكثر من 6-7 فرص محققه وان سايد جيم. يعني مباراه في استحواذ في اتجاه واحد وفرص هائله جدا. لكن هو انا عايز ايه من البطولات دي في الاخر؟ عناصر. عايز عناصر، العناصر المميزه ما هي بتطلع للفريق الاول. وشفنا عندنا في الفريق الاول في كم عنصر، شفنا الاعارات اللي بره وقوتها. شفنا محمد اشرف، شفنا رأفت خليل، شفنا ميسي، عندنا الدبيس، عندنا كوكا، عندنا مش عارف ايه، كل دول قطاع الناشئين. زعلوك ومعتز ورشدان. بيطلعوا. فانت يعني القطاع يقدم، وهناك من يستحق ان يصعد، وهتشوف الايام القادمه ترجمه لهذا الكلام. نجوم كويسين جدا جدا في النادي الاهلي. لكن الحساب باللقطه. ما هو دلوقتي بهذه المباراه الزمالك سبق الاهلي بثلاث نقاط، ولكن للاهلي مباراه ناقصه. ايوه. مش بعيد عن المشهد. وفي كل الاحوال. كويس ان يبقى فيه اهتمام. حلو. بقاعده الناشئين في مختلف الانديه. هل انا بقيت الماتشات اللي على ملعب النادي الاهلي هتتنقل اعلاميا في وسائل اخرى غير قناه الاهلي؟ اتمنى اشوف. نتمنى نشوف ده. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف عندما يغيب المنطق وتجلد الذات. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي. لو وصلنا مع بعض لنقاش موضوعي امين حريص على اول كلمه المهندس عدلي بدا بها الحلقه، وهي كيف نعزز شعار الاهلي فوق الجميع. عشان كده كانت ضربه البدايه عندما يغيب المنطق وتجلد الذات. الحقيقه المنطق الرياضي وحتى المنطق الاهلاوي بالمناسبه غايب عن كتير من تفاصيل المشهد الحالي، لانه في امور مسلم بيها وفي امور مدفوعه، وفي كل الحالات ما بين هذا وذاك النتيجه المباشره القائمه جلد الذات الاهلاويه والاعاز الدائم بانه الدنيا بايظه والدنيا منهاره والفريق ما ينفعش وما يصحش وما يكونش وهكذا، دون النظر او حتى المقارنه بالنتائج مع اخرين. لكن هو الصورة ضبابية قوي كده يا باشمهندس. ما هو ده اللي احنا بنقوله يا استاذ ابراهيم. ايه الفارق بين انك تزعل على نتيجة سلبية، تزعل على مكسب انت جدير به ضاع في اللحظات الأخيرة. ايوه. بس عملت، خدت بالأسباب، وجاءت لحظة قدامك فرقة يعني حاولت توصل وأصابها التوفيق ولعبت كرة صعبة جت جون. ما هو الفرقة اللي قدامنا دي احنا ما احناش بنلعب نفسنا، او يعني او احنا لا نتحكم في طموحات ومستويات الفرق الا بادائنا. وصلنا كتير اكتر منهم وضيعنا فرص. ضيعنا فرص، هذا جزء من التوتر. لو الفرقة دي بتلعب بالثقة الواجبة ومتدفية بمساندة حقيقية، ممكن جدا اي واحد لعيب اتسرع في كورة كان يقدر يفكر يبصيها او يهدى عليها ويلعبها وهو اكثر هدوءا، كنا حققنا اكثر من جول. فانت كان في تقصير؟ لا، كان في جهود مضاعفه في الملعب. احنا بنزعل لما الفرقه تبقى عاجزه. لكن اداء النادي الاهلي في هذه المباراه لا يمكن تقول انه اداء يوصف بالعجز، ولا تقدر تتهم مدربه انه كان نايم ولا ما كانش مصحصح وما عملش اللازم. دور المدرب انه يقود في التكتيك اللي يوصلك للمرمى ويدعم يعني ان مرماك يبقى محصن. مرماك كان محصن معظم الوقت، لكن انت برضو بتلاعب فريق ما هوش سهل. وقلنا يانج افريكانز ما هوش سهل. حتى النتيجه المضلله اللي خسر فيها أول مباراة هو كان في استحواذ وهجمات مرتدة خلصت عليه. وهو وصيف الكونفدرالية اللي فاتت مع اتحاد العاصمة. طبعًا. فإحنا بنلعب فرق
من حقها انها تؤدي ومن حق، واحنا من واجبنا ان احنا نواجه هذا الاداء باداء اقوى كنا متفوقين، كنا متفوقين. طيب نتمنى ان احنا نجيب اجوان اكتر مؤكد عشان نرتاح، نرتاح بقى من حاجات كتير يعني. طيب التفاصيل الفنيه دي هنجي لها في وقتها، لكنه يا جماعه مبدئيا انك تحاسب المدرب على الفقد مش على ما يكسب، ده برضو منطق محتاج مراجعه شويه. بمعنى انه اي مدرب لما تيجي تحاسبه على ما يفقد من مباريات وما يفقد من بطولات، وما توقفش عند ما يحققه من بطوله، وكانه تحقيق البطوله امر مسلم به. مارسيل كولر صاحب تجربه بدايه هايله جدا مع النادي الاهلي الموسم الماضي، وعمل محدش يقدر ينكر قيمه الخمس بطولات اللي خدهم، لانه عندك بطولتين بنفس طويل زي الدوري وعمل فيه ارقام كبيره جدا، وبطوله الكاس وكمان دوري ابطال افريقيا والاثنين السوبر وبطوله العالم، وشفنا اداء الفريق حتى قدام ريال مدريد وفلامينجو برغم الهزيمه مستوى الاداء كان عامل ازاي. فمحدش يقدر ينكر دور هذا الرجل في البصمه اللي عملها كمان على اداء وتطوير عدد من اللاعبين. تقدر تعد كام لاعب ما كانوش هم دول قبل مارسيل كولر، عشان بس ما نبخسش الراجل حقه، لانه فجاه طلعت بعض الاصوات للاسف المفروض ان هم محللين يقول لك خلاص كولر العلاقه بينه وبين الاهلي في طريق مسدود وجمهور الاهلي رفضه وخلاص هو فقد الثقه في نفسه. مش انا قلت لك هي دي النتيجه اللي عايزين يوصلوا لها؟ مش قلت لك الفارق بين الحقيقه والامنيه؟ بالظبط دي امنيتهم، دي امنيه. فانت لما تلاقي هذا الرجل مستهدف لهذا الحد عشان تطفشه من النادي الاهلي، نفس السيناريو اللي حصل مع تجارب سابقه. فكان السؤال عشان بس نفكر بعض، هو مدرب الاهلي في حد جه خد كل البطولات؟ او في حد هيجي هياخد كل البطولات؟ اعتقد ابرز تجربه في تاريخ كره القدم الاهلاويه البرتغالي مانويل جوزيه، اضاف كتير لشخصيه لاعب النادي الاهلي، غير كتير من عدد من اللعيبه واثر فيهم بجد وصنع جيل ذهبي جدا خاصه في الولايه الثانيه له، وحقق رقم هائل من البطولات والارقام القياسيه. مانويل جوزيه مع الاهلي يا جماعه في الولايات الثلاثه اللي مسك فيهم ابتداء من 2001 وراح ورجع بعد كده ورجع تاني، الثلاث ولايات جاب للنادي فيهم 22 بطوله او 21 بطوله. 21 بطوله على فكره ده الرقم القياسي لاي مدرب درب النادي الاهلي. يعني هيديكوتي صنع جيل التلامذه الجيل الذهبي الرائع اللي عمل نقطه تحول في الكره الاهلاويه في السبعينات، لكن ما حدش عمل هذا الرقم من البطولات، ربما لانه كمان البطولات اللي الاهلي بيشارك فيها دلوقتي اكتر بكتير من اللي كان بيشارك فيها قبل كده. في حاجات كتيره اضيفت لاجنده البطولات، بس لما يكون الراجل ده عمل 21 بطوله للنادي الاهلي في كام سنه؟ الاقيه خسر 10 بطولات. خسر الاهلي معاه 10 بطولات. الجيل الجديد ربما بالزهو والفرحه بمانويل جوزيه لانه فعلا حد كاريزما وحد له بصمه كبيره قوي عند النادي الاهلي وصانع امجاد للنادي الاهلي، بس ما انا بقول لكم الراجل حقق 21 بطوله ضاعت 10 بطولات، لانه ما فيش منطق رياضي بيقول ان كل بطوله تدخلها في ضمانه اكيد ان انت هتكسبها. في حقيقه واحده عشان البعض هياخد كلامنا ده ويلوي الحقيقة اللي فيه. الأساس في الموضوع إن أنت ما تأثرش. شخصية الأهلي وروح الأهلي والرغبة الدائمة في تحقيق البطولة ده اللي لازم يكون موجود. إذا ده تصادف معاه توفيق ربنا سبحانه وتعالى وحققت بطولة، يبقى أنت أديت اللي عليك وحققت الهدف. لكن إذا عملت كل اللي عليك وما حققتش الهدف لاسباب كتيره بقى، ده مش معناها ان انت قصرت او معناها ان انت تهد المعبد او معناها ان المدرب فاشل او معناها ان الراجل لازم يمشي ولازم تغيره علشان خسرت بطوله. فالتقييم الموضوع يقول انك انت
عليك أن تسعى وبقوة، عليك أن أنت تتحلى بشخصية النادي الأهلي وبطبيعة الروح العالية للعيبة النادي الأهلي. وعلى فكرة الروح دي هي المفتقدة في الأداء في المباريات الأخيرة، بترجع شوية في مباراة يانج أفريكانز، لكن على اللعيبة أنها تستعيدها بجد، لأنه دي اللي كانت دايما بتختزل وبتختصر كتير من المسافات والفوارق. لكن فكرة أن أنا أقصو على مارسيل كولر عشان ضاعت بطولة، أعتقد أنا عايز وفقا لمسار مانويل جوزيه المسألة محتاجة مراجعة. أستاذ إبراهيم أنا عايز أدي مثل بسيط نبسط الأمور. مفيش حد زي ما أنت قلت، يعني حتى جيلي الذهبي ده إحنا لعبنا حرس الحدود خسرنا بطولتين. ال- 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 الكاس والسوبر. أيوه. ها؟ بالجيل الذهبي كاملا. أيوه. وفي وجود مستر مانويل جوزيه. والجيل الكبير من اللعيبة كمان، يعني ما أنا بقول لك بالجيل الذهبي. أه بالظبط. ولكنها تبقى في سياق كرة القدم واحتمالاتها المؤلمة أحيانا. فأنا عايز أقول لك حاجة، تعالى في بيوتنا. تعرف تأكيدا لكلامك بيب جوارديولا امبارح وهو بيتكلم قال إيه؟ الكرة القدم تبدو دائما كما لو كانت جزء من الحياة، هي كده لا تعطي دائما السعادة الكاملة. طب أنا لسه عدي لك المثل من الحياة. أنت سبقتني. رجل رب أسرة بيشتغل بيجتهد عشان يجيب كل حاجة لعيلته ويعمل تطوير لحياتهم، أصابته وعكة، إخفاق في عمله، ساءت العلاقة بعد الشيء، لأن أنت لما بتطلب حاجة ما بتجيلكش وأنت تعودت على أن كل طلباتك مجابة بتستاء. هنا الأسر العريقة اللي زي النادي الأهلي إزاي تحتوي ده؟ إزاي كل الكلام اللي جوه أولا ما يأثرش ويجيب إحباط لرب البيت اللي يقول الله ده أنا أيد لهم صوابع شامعة، وأول ما اتكعبلت شوية بيتخلوا عنه بيهاجموني وبيتهموني بالتقصير، اللي عايز يغير عربيته واللي عايز شقة واللي عايز يتجوز واللي عايز. لو إن حد من البيت ده طلع هاجم البيت ده و افصح عن ان اصل ده مش عامل اللي عليه، اصل انتوا فاكرينه ناجح هو فاشل، اصل ده بخيل، اصل ده، تفتكر حد هيحترم البيت ده؟ لا طبعا. طيب تفتكر صح. السلوك ده هيعالج الازمه ولا هيزودها؟ هيزودها، حتى لو انت بحسن نيه وبتفعلها بمنطق الضيق. ولذلك انا بقول يعني حبوا الاهلي كما وجدتموه، احنا عيله، تقاليدنا بتقول اسرارنا ما تطلعش بره، واي عيله كويسه يجي ابنه او بنت ابنه تتزوج يقول لهم خلي اسراركم ما تشتكوش حتى لينا. لا يا بنتي لا تشتكي لي ولا تشتكي لحماتك ولا هو يعمل كده، خلي اسراركم بينكم عشان تعرفوا تعالجوها، لان الصوره لما بتتهز عند الاهل وانتوا تتصالحوا بتسيبوا شرخ عند الاهل، العلاقات ما بتبقاش سويه والاحترام ما بيبقاش كامل. انا بتكلم في هذه الزاويه يا استاذ ابراهيم، مش بتكلم ان مش من حقك تزعل. لا استطيع ان اصادر على مين صح ومين غلط، انا مش بتكلم في كده، انا بتكلم في علاقتنا بالنادي الاهلي ازاي تكون، وانا زعلان اعمل ايه. واحيانا يجي حد من اللي ليهم بقى مصلحه ان يبوظ علاقتي باسرتي، يا راجل ما هو لو بيحترمك اصل هو طول عمره بيفضل اخوك عنك، لو صدقت الكلام ده باظت الدنيا. ده بيحصل مع النادي الاهلي النهارده، نفضل نشيد بالراجل وباللعيبه اللي اتطورت طول السنه اللي فاتت، مين احسن باك رايت فلان الفلاني، مين احسن صانع العاب فلان الفلاني، تاخد 7-8 لعيبه من النادي الاهلي وتلم على مستوى افريقيا مترشحين، اي اخفاق للاعب منهم ولو في مباراه يبتدي يحصل الكلام ده، ونبتدي نزق لعيب على حساب لعيب ونحسن نقارن بين لعيبتنا بعض خليهم يغيروا من بعض، هل هذا في صالح النادي الاهلي؟ احنا لازم نعرف كيف نحب النادي الاهلي. سيبك من الانتصار، كل واحد طالع يقول لك مش قلت لكم شفتوا بقى الكلام ده انا قلته من امتى؟ يعني انت صعب. طب انا هسال حاجه استاذ ابراهيم، لو انا راجل
ما كانتش دي شغلتي وانا كنت بعيد عن النادي الاهلي، ابتديت من وجهه نظري اكتب روشتات للنادي الاهلي. ها؟ طيب وانا بطالب النادي الاهلي بالعلامه الكامله. كل واحد يشوف حياته هو اللي بيطالب الاهلي بالعلامه الكامله وبيهاجم مسؤوليه وبيتهمهم بالفشل رغم ما يبذلوه. الناس بتروح المستشفيات، الناس بتروح تتعالج بره، والناس بتقع تتعور، والناس من حرصها على التواجد مع النادي الاهلي وهي تعبانه. ولكن تهاجم. النهارده لو انا اللي بيكتب هذا الكلام، ارجع لنفسك، طبق على حياتك انت بقى، تعال نشوفك انت ناجح في كل حاجه؟ انت محقق في حياتك كل ما تتمناه؟ الروشتات اللي بتكتبها لغيرك بتطبقها على نفسك؟ انت المعيار الصارم اللي بتحاسب بيه غيرك؟ شوف نفسك انت امتى بتقوم كويس وامتى بتقوم وحش، تعرف ان اللي قدامك بشر زيك ممكن يحصل له هذا الكلام. مش معنى انك تخفق مره انك تستسلم. هتلاقي 100 واحد بيحبك يقول لك حاول تاني، بتدرس دكتوراه ما تقبلتش بيقول لك لا حاول تاني واستفيد من التجربه لحد ما تاخد الدكتوراه وكله يسقف لك. ده اللي عايزين في علاقتنا بالاهلي تبقى ايجابيه. لا نصادر على راي الناس ولا ندعي ان احنا صواب وهم خطا. بنقول لو انتوا حتى صواب، معيار الحساب ما يكونش على الملأ، معيار الحساب ما يكونش بهذه القسوه، معيار الحساب ما يكونش بانك تصدر حاله من الظلم، الاحساس بالظلم. النهارده المدرب اللي بيتهاجم في المدرج ويقول له انت نايم وبتاع بعد الماتش اللي قبليها بيومين باسبوع كان بيسقف له، والمدرب كان بيروح لهم يشكرهم. لما الراجل ده يكرر معاه الموقف ده هيشعر ان في عدل ولا هيشعر ايه؟ هو في الاخر مطلوب مني ايه؟ ما هو ده هيحصل، ان مره هكسب ومرات هكسب ومره هاخفق. اللعيبه نفسها يبقى بدل ما احنا منشغلين باسباب موضوعيه، ايه اسباب التراجع ولموا بعض ورجعوا تاني؟ ايوه يبقى عمالين ندافع عن نفسنا كلنا. والبعض منا يشعر لا بقى مفيش فايده. يا استاذ ابراهيم 90% من اللي بيتقال وبيتهاجم بيه الاهلي بمناسبه الانتقالات غير حقيقي. غير حقيقي. اديلك مثل. لما يكون مستوى الحوار في موضوع عمر كمال عبد الواحد مع رئيس النادي فقط بناء على طلبه، هل ممكن نتكلم ونقول حصل وما حصلش؟ وهو الامر بين رئيس النادي وانت. انا والكابتن خطيب. ادي المثلث. فلا الكابتن هيقول ولا انت قلت. وبناء على طلبه. طبعا. البدايه كان فيها ناس تانية. والطلبات كان فيها ناس تانية. لكن تطور الاحداث وما يجري حصر الموضوع. طيب انا بقرا حاجات بقى غريبه جدا. يصل البعض يصف ايه التهريج ده وايه النوم ده وبعدين هو انتوا عارفين التمن اللي ينبغي دفعه في كل رغبه ورغبات النادي الاهلي؟ انتوا هتخلوا النادي الاهلي يعني يدفع حاجه اكتر بالضغط ده؟ مش منطقيه. ويرجع يتهاوي النادي الاهلي ازاي تعمل كده؟ مش في حسابات؟ مش في قوائم؟ مش في ترتيب عند الراجل وبطوله هيلعبها وعايز يرجع منها يبتدي؟ عندنا لسه موسم انتقالات في يناير، في اعتبارات فنيه وماليه. ايه اللي انتوا عايزين تعرفوه وفورا ولا يبقى فيه قصور؟ انما البعض يريد ان يكون له دور فيها يخفيها. فيها يخفيها. في بعض الناس بتفكر كده. فتبتدي تسرب لك كلام. فكره يا جماعه الكلام ده خطير ومهم جدا. وانا بقول لانه بيفسر كتير من السيناريو اللي موجود. انا بقول ان في ناس بتضغط وبتتكلم وبتفسر وبتنفرد وبتحكم وبتعمل كل يوم التاني علشان فيها يخفيها. واللعيب نفسه بقى رد الفعل عليه ايه؟ لما يتقال له في تردد فيه بتاع، والمنافس يشعر بايه؟ اللي عايز يتدخل. ليه بتسيبونا لا يوجد مفاوضات عن طريق الاعلام ابدا؟ وسطاء السماسره والوكلاء في الوسط طبعا ده جزء وجزء من الاعلام اللي مرتبط بيه، وجزء من الاعلام اللي عايز يبقى له راي مستقل ولكن مخالف. وجزء من الذي لا يرى الحقائق الا من بعيد فمش شايفها كلها. انا مش بتهم النوايا. انا بس بقول لك ان المشهد فيه ايه بالظبط. في حسابات كتيره وفي الاخر ترجع تحاسبني على اللي انت تخيلته مش اللي انا بعمله. هو احنا مش في يوم من الايام ناقد كبير بنحترم رايه كلنا قال لك المفروض والمفروض والمفروض؟ تعال اتفرج بيحصل ده ولا ما بيحصلش.
بس ما تيجي لي بقى، ما تجيليش كاعلامي، تطلع تعال هفرجك. بيحصل ايه؟ سابقين قوي كل الاقتراحات اللي بيقولوها. الناس قاعده شغاله ليل نهار والله. وما ينفعش تقول. ما ينفعش اقول. سر الشغلانه ما ينفعش. ما ينفعش، ومش جاي، وانا مش جاي، لا جاي ادافع عن نفسي، انا عارف ان كل كلمه الواحد بينطقها استاذ ابراهيم طبعا بيفتح لنفسه سكه. لكن هي دي عقلاء كتير هتفهمك قصدك ايه؟ وناس هتقول لك وانت فاكر نفسك مين وانت عايز ايه؟ مش كفايه وهيلطشوا فيك، ما بقاش حد بعيد عن النقد. مفيش، البعض لا يحترم احد. مش في ناس ممكن تزهق وتقول لك وانا ذنبي ايه في كل ده؟ وعلى فكره ناس كتيره من اختارد، كلنا بيجي لنا لحظه نقول طب واحنا جايين من ايه بكده؟ لكن ما نقدرش نسيب النادي الاهلي طبعا. احنا بنبني، وانا قلت لك على الكوادر اللي بتتبني. انت لو عدي لك شركه الاهلي، تعال شوف الكوادر اللي جواها. في كوادر عشان نجهز للي جاي، وفي ترشيحات وفي، لكن كله في اطار ايه؟ برضه القدره والامكانات. انا مش جاي الشركه تصرف وبس، جايبه عشان يبقى في اطار من الشكل الاقتصادي الذي يطلبه الاتحاد الدولي. انما ننفقه يكون ايراداته موجوده عندنا في ظل الواقع مش الافتراض. فبنجيب مداخيل، بنعمل كل يوم والتاني شغل، وفي نفس الوقت انا مش جاي اشرح، انا بشرح اللي انا عشته، واللي الاداره في اداره النادي الاهلي عايشه اضعافه وظروف اصعب منه. هو الراجل الاداره ولجنه التخطيط، انت تعلم جيدا الكابتن الخطيب بيتقال له ايه من 6 اشهر؟ النصيحه الطبيه خد راحه، انه لازم يبعد تماما عن اي عمل او اي مجهود. مش قادر الراجل ياخد راحه، فبتتفاقم الحاله بتاعته. طيب هل حد يمن على النادي الاهلي؟ لا، ده الواجب، وده ودي سعاده اي واحد بيبذل للنادي الاهلي. اي واحد هيفهم ان له فضل على النادي الاهلي مش عايزينه بما فيهم انا وحضرتك. طب طبعا اي واحد يتصور ان هو عشان بيشجع النادي الاهلي ده فضل، لا هو مش فضل. انت بتستمتع بنادي له تاريخ وبيخليك مصدر فخر. محدش له فضل على النادي الاهلي، النادي الاهلي له فضل علينا جميعا. ايوه، وكلنا صفحه وسوف تطوى، ولكن علينا ان نحب الاهلي ونجعله فعلا فوق الجميع، مصلحته قبلنا كلنا. انا بعيش كده. اذا عجبكم هذا الكلام اهلا وسهلا، مش عجبكم حبوه بطريقتكم بقى، كل واحد يحبه بطريقته. بس كمان لا تهاجموني ولا هاجمكم، بس نشوف النتيجه ايه. انا استشعر الخطر. تستشعر الخطر طبعا. انا عايز الاهلي، يعني ناس تقول لك الاهلي ملك مش عارف مين، لا الاهلي مش ملك حد، لا ملك رموزه ولا ملك اداراته ولا اعضاءه ولا صاحب الفكره الاولى عمر لطفي، مش ملك حد. هو تحول الى فكره بالظبط، ملك مصر وافريقيا، ملك الزهو بيها، ملك البشر ملك كلهم، ملك الفكره نفسها. الفكره دي عملت ايه في المجتمع بالظبط؟ عملت ايه في افريقيا؟ عملت ايه في نظره العرب الى النماذج الناجحه؟ ان كل العرب يطلقوا اسماء الاهلي تيمنا بيها. عايزين نسعيدها انها تستمر وتنمو، مش نقعد ننتقدها ونسفه منها. سيبوا ده للي ما بيحبوناش، اللي يحبونا يحبونا بالطريقه الصح. نداري مش على عيوبنا، نداري ان حد يعرف يخترق صفوفنا ونعالج. واي واحد يقصر يبعد، واي واحد يعني يتباهى او انه بيمن على النادي الاهلي مش بناقصه. انا مش عارف انا صح ولا غلط. لا ده عين الحق وعين الصح. لكن في كل ده يا باشمهندس، هذا لا يغفل او لا يجب ان يغفل الحساب والتقييم الموضوعي طبعاً. عند اي اخفاق طبعا اللي حصل ليه هنتكلم فيه بعد الفاصل. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. في اطار المناقشه اللي احنا بنحاول نقترب فيها من المنطق
وازاي نكون فعلا في مرفأ الحرص على مصلحة الأهلي بوعي شوية. ان انت تفقد بطولة ما هياش حاجة غير رياضية، الرياضة ان انت تبذل كل ما في وسعك. المنطق الأهلاوي ان انت تدافع بروحك العالية جدا عن حقك في التتويج وما تأثرش. البطولتين اللي الأهلي خسرهم سواء الدوري الأفريقي او قبل منه السوبر الأفريقي، الاتنين كان فيهم أخطاء كتيرة أدت لكده. لكن هل هي أخطاء لا يمكن تداركها؟ لا بالعكس، أخطاء يمكن جدا جدا تداركها، والمؤكد إنه الفنيين حطوا إيديهم على الأسباب ديت. فكرة اختزال الموضوع كله، لأنه كل واحد يناقشك في الموضوع يختمها بحتة طب فين المهاجم؟ وكأنه فعلا الناس مسكت على الأهلي إنه عايز مهاجم. لا لا، عايز مهاجم، عايز مهاجم، بس لما اقول لكم ثلاث ارقام لاخر ثلاث مواسم الامر يدعونا للتفكير بدون اتهام، لانه اختزال مجهود وعمل شركه الاهلي لكره القدم. لا سيبك وهي من الشركه، معلش بعد اذنك، الشركه دي بقى لها 7-8 شهور وهي ناس مش متطوعه، وقبل منها لجنه والله التخطيط. والله لا ادافع عن الشركه، عيب. طيب ولجنه التخطيط لا اللي شغاله، دول اللي مظلومين اكتر. ناس يعني لما تسمع واحد زي كابتن محسن صالح زعلان جدا انه فعلا بيتعرضوا لاساءات كتيره. طب هو ما جابوش مهاجم، بس هل الاهلي ما جابش رضا سليم؟ ما جابش الضاوي كريستو؟ وبرده ماليش دعوه بحته مين بيلعب ومين ما بيلعبش، لان انت بتلبي الاحتياج الفني للمدرب او مروان عطيه او خالد عبد الفتاح او الصفقات بتاعت احمد قندوسي. ما دي كلها تلبيه رغبات فنيه للمدير الفني. مين بيلعب ومين الحظ قليل ومين عنده مش عارف ايه، كل دي تفاصيل فنيه محدش يقدر يتدخل فيها مع الكوتش. بس كمان علشان نبص للمساله بعين شويه تحفظ للناس مجهودها وتحترم قامتها وقدراتها، لازم ابص على ايه الحصاد بتاعك في الدوري علشان انت ما جبتش مهاجم. الموسم الاخير اللي الاهلي خد فيه بطوله الدوري، الاهلي بدون ما يجيب مهاجم صريح او بدون ما يكون عنده المهاجم الموعود والمطلوب والمأمول، الاهلي سجل 63 هدف، اعلى رصيد في تسجيل الاهداف، اللي بعد منه البيراميدز 58 والزمالك 52. 63 هدف سجلهم الاهلي الموسم اللي فات. الموسم اللي قبل منه وبرغم ان الاهلي كان ثالث الدوري، الاهلي سجل فيه 62 هدف، اتساوى مع الزمالك 62 هدف، وبيراميدز صاحب اعلى سكواد زي ما بيقال كان سجل 56 هدف. اللي قبل منه الاهلي ما خدش الدوري، كان في المركز الثاني لكن كان الاعلى تسجيلا للاهداف ب 72 هدف، والزمالك اللي خد البطوله كان جايب 61 هدف، يعني انت اكتر من الزمالك بطل الدوري ب 11 هدف. وبيراميدز 57 صاحب اعلى سكواد واحسن لعيبه والكلام الغنوه اللي انت بتسمعوه. لما حد يحط الارقام دي بمنطق قدام منه يقول ان انت عندك نجاعه هجوميه وعندك فرص كتيره جدا بتضيع، مع ضياع الفرص الناس بتقعد تسال هو فين المهاجم يا باشمهندس؟ بص يا استاذ ابراهيم، الاول بس عايز في جمله ضياع الفرص. النجاعه الهجوميه وضياع الفرص دليل ان في عمل تكتيكي. اسلوب لعب. فلما انت تبقى اقوى هجوم رغم ما اضعته من اهداف، ايوه ها؟ ده معناه انك بتوصل للجون. معناه ان فرقتك كعبها اعلى من المنافسين. ايوه. على فكره السنتين اللي فاتوا اللي خسرناهم كان جماهيرنا قبل اي حد تاني يدرك كيف فقد الاهلي هذا الدوري. واللي اتعمل معاه ايه؟ كيف افقد الاهلي الدوري؟ كيف تم توجيه الدوري؟ ايوه. وكيف افقد النادي الاهلي الدوري؟ ايوه. ولا يبقى احنا عايشين حاله مع التناقض مع الذات. صحيح. هذا كان واضحا وكان بيتردد وكانت جماهيرنا مصره عليه. يقابله بعض الاخطاء بتبان لما انت ما تكسبش. بس هي اخطاء بتبقى موجوده في طبيعه كره القدم. ايوه. وغالبا
بتبقى اخطاء بسبب ارتداد دفاعي او تقاعس او خطا دفاعي او ها يعني ملهاش علاقه بال 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 بالاخفاق الهجومي في المقام الاول. طب هو ده معنى كلامي ان احنا ما نجيبش فيرود؟ لا نجيب طبعا. بس انت بتسالني فين الفيرود؟ ايوه فين الفيرود؟ ها اسالك انا بقى اللي هو مين؟ اللي هو مين ويعجب الناس؟ اللي هو يعني عايزين منه ايه عشان يعجب الناس؟ وشاوروا لي عليه. طيب هتكلم بلسان الناس؟ اه. مودست مش مناسب للنادي الاهلي. مثلا ما تقولش بقى مين مش مناسب، قول لي مين المناسب. خلاص؟ لان احنا مودست زي ما قلنا له ظروف خاصه. ايه بقى؟ مودست جهد انت عايز صفقات محدده عشنا فيها سنتين وتمسك بها المدرب. أي. كانت هناك صعوبات في توفيرها، وحتى لو جاءت هذه الصعوبات مع التوقعات اللي ده سؤالي ليك، الجماهير دائما غالبا مش هترضى على اداء اي مهاجم مهما جبت. لان مفيش مهاجم مش هيضيع. هترضى عنه امتى؟ لما نبقى بنكسب. حتى لو هو ما بيجيبش جوان هترضى عنه. هيقول لك ساعد الفرقه وعمل كذا ومحطه وانت على مستوى العالم، هات لي راس الحربه النهارده اللي هو التوب سكورر بتاع فرقته. لان كل الطرق التكتيكيه كده في القادمون من الخلف والاجناب، ودور راس الحربه انه ينتهز بعض الفرص ويهيئ البعض الاخر ويساعد تكتيكيا في الوصول الى المنطقه الخطر. لكن هو فكره زمان انه يبقى بيليه، يبقى توستاو، يبقى الفرود الرئيسي بتاعك هو الـ 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 يعني مصدر الـ يعني الاشعاع كله بتاع الـ 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 الهجوم. الطرق اختلفت. عشان انت توجد حد بالمواصفات دي انت بتشتغل، مين اللي بيحدد المواصفات؟ الكوتش. بتحاول تجيبها له. البعض منا بتنجح، يعني مؤكد عندما كان الجميع يراهن على بواليا، ها كان شايفين اداء مبهر في الجونه وجبناه ب 2 مليون دولار عشان اللي بقول لك البخل. لكن انت لما جبته اول ما لعب قعدت شريف ليه؟ ده اللي حصل. وهو ما جابش جولين اول ما جه. بيرسي تاو النهارده اللي واحد من اهم المهاجمين، مش السنتر، مش رقم تسعه، لكن ما يشكله خطوره سواء على الاطراف او في العمق لما بيخش على مستوى افريقيا. في فتره من الفترات يتهاجم قد ايه؟ واذا غاب عنه التوفيق ماتشين هيتهاجم. هنا اللي بتكلم فيه، هنا عندما يغيب المنطق. لا مش عايزين نتعامل باللقطه. هل الراجل ده عنده قدره ولا ما عندوش؟ عنده. طب ليه ما ادهنيش؟ هل عدم توفيق او نتيجه تخاذل؟ او مش يومه؟ او مش جاهز؟ او راجع من اصابه او مرهق؟ هو ده المنطق. دي السبب يبين السبب. ده اللي بيعرفه الناس اهل الشغلانه، اهل الشغلانه اللي ماسكين الفرق. اللي بنديها كل الحق الاول. ولازم في لحظات نتحملها عشان نقدر نعبرها. انا باذن الله، وانا كل ثقه، لان انا شايف نغمه جديده حلوه ها على السوشيال ميديا من الجماهير دلوقتي. احنا مع الاهلي معظمها ادرك هذه الخطوره. ايوه. وادرك حجم الاستفاده من غضب الجماهير في الانقضاض على فريق النادي الاهلي ممن لا يحبون النادي الاهلي. حتى من اولئك الذين يتظاهرون بحبهم للنادي الاهلي. ابتدوا يكشفوا، وابتدت ده النغمه الاهلاويه الحلوه بقى، وده اللي شجعني الاهلي، وده اللي شجعني ان انا اقول لهم كملوا هكذا نحب الاهلي. النغمه بقت حلوه افضل من الاول. في لسه نسبه عايزينها ترجع ترجع تدعم النادي الاهلي. النتائج ممكن تبتدي تبان ببطء، لكن انا شايف ان الماتش اللي فات مثلا لا يعتبر ماتش طيب للنادي الاهلي خارج الارض. اتغاظنا طبعا،
لانك في الدقيقه الاخيره سرحت وكنت خلاص المكسب في ايدك وسرحت، مش ضروري اكون سرحت يا استاذ ابراهيم، في قدره للمنافس. هو اللعيب عمل ايه؟ ما اتنقلت الكوره ورقص وقطم وعمل، على عكس ما انت بتضغط وخايف تضغط تجيب ضربه جزاء، هو شاط في لحظه ما حدش متوقعها راحت في السوكه. لازم ندي للمنافس برضه يعني اعتبار. ما هو عمل لعبه مشيت معاه، بيلعب في ملعبه، عمل لعبه مشيت معاه، كانت ممكن ما تمشيش، كان ممكن ترتطم بالاقدام. انت عشان جت جون كنت بتقول له كان لازم تضغط عليه وما تخلوش يعدي كده. اه بس اللي انت لو خليتوش معدي كده راح معدي من الناحيه الثانيه، هتقول لي يا راجل انت ايه اللي خلاك جريت كده وسبت دي؟ مش كوره بقى دائما. لا دائما انت هتشوف الصح بعد ما يحصل الغلط. لا طبعا هتشوف الصح طبعا. انا اتمنى حتى وكان حد يصدق النتائج اللي حصلت الاسبوع اللي فات، سان داونز يخسر من مازيمبي، البعبع بقى اللي انتوا عمالين مصدرينه، والوداد يخسر ماتشين. طيب النهارده الهلال السوداني يحقق نتائج هايله، كسب الترجي 3-1، كسب الترجي 3-1، النجم الساحلي والترجي يتزايلوا مجموعتهم. حد كان يتوقع ده؟ لحد دلوقتي لسه الدنيا ما انتهتش. النجم زيرو والترجي 3 نقط، مفيش غيره، الدنيا ما انتهتش، والوداد زيرو. الوداد حد يصدق ان الوداد من فريق بتسواني البطل بتسواني او المرشح الدائم، الوصيف الاخير، المرشح الدائم يا استاذ ابراهيم. طبعا هو اللي في النهائيات بقاله كام سنه. حد يصدق انه يبقى الماتشين ما يطلعش منهم بنقطه؟ محدش يصدق هذا الكلام. انت حد يصدق ان بيراميد بكل الزخم اللي هو فيه واللعيبه اللي فيه واحسن سكواد يخسر من 10 لعيبه في موريتانيا؟ موريتانيا الاول جون يحرزوه في حياتهم في افريقيا، لان دي اول بطوله يلعبوها هم 10 لعيبه. أليست هذه كرة القدم ودرامة كرة القدم؟ كرة القدم تطلع لك لسانها ساعات. فأنت لازم، ما بقولش نقبل ده لأن احنا مش ايوه جمهور الأهلي، هي دي النقطة المهمة، مش متعود بقى. ده مش معناه إن الأهلي يقبل بداء، لكن عليه إن هو يعمل كل مجهوده عشان ده ما يحصلش معاه. اجري في ساعة الإخفاق، شدني وقفني، هنتحاسب بعدين بس اجري. ايوه هنتحاسب بعدين بس اجري. بس اوعى تهمل، لانك لو اهملت هحاسبك. ايوه لا في اهمال نشاور عليه بادب برضه، لان عيب ان احنا نشوف الناس تعبانه. ايه البخل ده يا خطيب؟ بخل في ايه؟ كل الميزانيه اللي بتصرف دي يا استاذ ابراهيم الناس مش مصدقه. المسؤولين بيتعاملوا معاك ان عندك المليارات في 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 خزنتك، لكن هم مش شايفين حجم الانفاق. هو البخل بيقول جيب مدربين اجانب لكل الالعاب فوق وتحت، ده بخل. لا طبعا. ايه البخل اللي في كده؟ احنا اصعب حاجه انك تلاقي ضلتك. والله لو لاقيين الفرود اللي نايمنا كلنا مرتاحين نجيبه بكره الصبح. لكن انت من كتر ما انت خايف ان الفرود يجي ما يكونش هو ده، بتدقق زياده على اللزوم. انا ما بتكلمش علينا احنا، احنا دورنا نرشح، لكن اللي بيختار بقى هو الله يكون في عونه. خايف كل ما يجي واحد يقولوا له اصل كان اصل كان. مين النهارده الفرود اللي مسمع في الدوري المصري بقى له سنتين؟ مبلولو. حد كان مراهن ان مبلولو ده وهو في انجولا انه هيجي ينجح النجاح ده؟ لو انت اللي جبته ها وما نجحش النجاح ده في البدايه كان حد يتحمله؟ لكنه هو راح فرقه الظروف هيأت انه ينجح هذا النجاح. عشان كده هو ليه ما بلولو وغير ما بلولو؟ غير ما بلولو ينجحوا في انديه اخرى ولو جم النادي الاهلي ما يحققوش نفس النجاح، ايه السبب والفرق ايه؟ نتكلم في ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومش هيحرمكم من حاجه على فكره، في الفاصل كنت بدردش مع المخلص عدلي عشان يبقى الكلام قدامكم. في مسؤول في فريق فيوتشر بيقول لك الاهلي ما قدم لناش عرض لشراء عمر كمال عبد الواحد. لو الاهلي قدم عرض هيبقى عرض عن طريق المهندس عدلي. ايه ردك؟ ردي ان الحوار مستمر على اعلى مستوى، ولكني في حل ان انا اقول تفاصيل اكتر من كده. تمام. اذا كان مقصود بعرض مكتوب لا شيء يكتب الا بعد الاتفاق. بس
غير كده غير كده ما جدوى ان انا اكتب يعني. لسه يناير ما جاش، لكن الحوار مفتوح بما يحقق مصالح الناديين واحترامهم لبعض بس. تمام. وبناء على رغبة قمة العمل الإداري في النادي ده، دي رغبته، لازم احترمها. لازم احترمها، ولا يصح ان احنا نرغي في الموضوع ده بقى. اتقفل الموضوع ده، مش هقول فيه كلمة بعد كده، مش هيتقال فيه كلمة. اما التفاصيل دي تخص اصحاب الشأن، هم عايزين يقولوها يقولوها. تمام. الجهود شغاله في تدعيم خط الهجوم؟ لا، ما انا نقلت عن عمر كمال. مش بس خط الهجوم يا استاذ، 365 يوم احنا شغالين. تمام تمام. اقول لك اسرار؟ اه. في ناس دلوقتي موجوده بره مصر بتدور، بس خلاص كده. كويس كويس. مش بتدور ايه؟ بتدور على المستقبل. تمام. يعني احنا بنبني قواعد وبنبني علاقات وبنفتح اسواق. محدش يبص تحت رجله النهارده. محدش يبص تحت رجله النهارده. سيترك عمل منظم جيد لمستقبل النادي الاهلي. انا الودي ودي اروح انام. كويس. يعني وانا عايز الدوشه دي ليه؟ لكن لا يمكن ان تكلف بشيء ولا تؤديه. ده شيء كويس. كنا بنتكلم قبل الفاصل، لأن دي نقطة لازم تؤخذ في الاعتبار يا جماعة. لما حد بيقارن، كان بمناسبة المهاجم الأنجولي في الاتحاد السكندري، مابولولي هايل، وقبل منه وولتر بواليا مع الجونة، وكتير من اللعيبة اللي تألقت مع أندية تانية ولو نقلتها للأهلي تحت. في لعيب في المقاصة اسمه كوفي، جون انطوي. لا كوفي وغير جون انطوي، كونان، اوسي كونان، اوسي كونان، وكتير جدا. الحقيقه سالت اكتر من اتنين من اللعيبه السابقين في الاهلي اللي عاشوا فترات زملوا لعيبه اجانب معاهم، هو ايه الفرق؟ اول حاجه اتقال لي التمرينه بتاعه الاهلي اقوى من اي مباراه تانية بره. صح. ليه؟ لان انت بتتمرن مع مجموعة كبيرة من لعيبة تقيلة، بتتمرن تحت ضغط عصبي شديد، ومنافسة قوية، ومنافسة مع زمايل متميزين وأقوياء. فالتمرينة بتاعت الأهلي بس أقوى من أي مباراة للفرق التانية. رقم اتنين، اللاعب في النادي الأهلي بيقيد بمهام تكتيكية كتيرة في الملعب. أيوة. وإلا ما يبقاش ده النادي الأهلي. اللعب اللي تحت انضباط تكتيكي وبمهام كتيرة ما بتديش لأي حد فرص إنه يتدلع ويلعب كعب ويراجع، ما يرجعش يدافع ويعمل الشو اللي عايز يرضي الجمهور، لكنه لا يحقق النتيجة. يجيب لك جون وتخسر، أو يجيب جون حلو أو وهكذا وتخسر، لأنه لا هيدافع ولا هيأدي المهام التكتيكية الكتيرة اللي عليه. وأنت بتقيمه إزاي وهو بره، وبتقيمه إزاي وهو عندك؟ فاللعيب اللي عندك رقم اتنين، غير التمرين وغير طبيعة الأداء وأسلوب اللعب. لا، الضغط العصبي الشديد هو مش مطلوب منه في الاهلي انه يتعادل. التعادل خساره، التعادل مشكله. بره هو بيلعب براحته خالص، متحرر من اي ضغوط، والضغط العصبي مؤثر جدا على اللعيب. الناحيه الثالثه والرابعه والاهم في الموضوع كله، انت مباريات الاهلي كلها اون سبوت، انت بتشوف كل الماتشات وبتقيمه على كل باص. في الأندية التانية أنت ما بتشوفوش إلا مباراة أو اتنين في السنة، ولما بتشوفه بتشوفه في لقطات معينة في الأهداف، بيكون متفوق، فبيكون متفوق، لكنه أنت ما أخضعتوش لمتابعة كاملة على مدار الموسم أو المباريات. ألخص لك كلمة؟ آه. أنت واللعيب براك بتشوف ميزاته، وهو عندك بتشوف عيوبه. عيوبه بالظبط كده، بالظبط. أنت بتقيمه عندك على عيوبه. ضيع كذا، عمل كذا، بره ده عمل كذا وده جاب كذا. هي كده، لانه عشان بس تبقى المساله يعني تالق اي عنصر اجنبي بره مش ضمانه انه يجي الاهلي يكون في نفس الحاله. لو شات شوطه قويه طلعت فوق المقص على طول من 30 يارده ولا 25 يارده، يا نهار ابيض مين ده؟ لو شات نفس الشوطه، يا ابني اقفل رجلك شويه. نفس التعليق على نفس اللعبه. صحيح. عندك هيختلف. ناهيكم على فوارق التناول الاعلامي بقى، لانه
في ده مؤثر جدا في صناعة المناخ نفسه. يعني الزمالك فيه رغبة عامة في الإعلام لتفويق الزمالك، أعتقد ملموسة. وعلى فكرة احنا بنتمنى للزمالك وكل الأندية بتاعتنا إن هي صح تقب وفعلا وترجع لمستواها، عشان ده انعاش للكرة كلها، ده إيجابي. لكن وانت عندك الرغبة لتفويق الزمالك وتقويمه ما تكعبلنيش، ما يبقاش الرغبة المضادة تكسير الأهلي وإن أنت تعرقله. ده موجود على فكرة، ده موجود بشكل واضح جدا، وممكن أجيب لكم نماذج كتيرة قوي لو عايزين. التطبيل الجامد قوي والطنطنة العالية قوي والمبالغة شديدة جدا، وفي المقابل التفطيص في كل حاجة الأهلي بيعملها، هي دي اللي لازم جمهور الأهلي ياخد باله منها، اللي هو مفيش أمانة كافية في التناول الإعلامي. فاللاعب مظلوم، لو ما كانش اللاعب قوي وراه مدرب واثق فيه، أنا ممكن يعني الدنيا ممكن أجيب لكم نماذج نقدية لكبار النقاد بتوعنا عملوا إيه في أمادو فلافيو، طلعوا عينه بالمعنى الحرفي، كان بيسميله فلافل وفلافيوز وفلافيوز بصوا يعني بجد أنا محتفظ بده، إنك أنت كمية رجم إعلامي وتنمر وسخرية وتقطيع في الراجل سنة كاملة، سنة كاملة وأزاره أزاره هو ده في الدوري، لولا انه ده انجولي ممكن يكون ما بيترجملوش كل حاجه، وممكن يكون هو الولد شخصيته قويه، ومانويل جوزيف في ظهره مدرب قوي واثق فيه. شوف تحول امادو فلافيو بقى اهم فرود افريقي جه النادي الاهلي، جه مصر يعني هو ده التناول الاعلامي والاداء النقدي. كتير لما بيبقى ما فيهوش نفس الرغبه ما بين الطنطنه والمبالغه في ناحيه، انت بتتكلم امبارح الزمالك بيكسب سوار الغيني كويس في بطوله الكونفدراليه مع الميزان النسبي الفني للبطوله مش هنتكلم فيه، ومع المستوى مش هنتكلم فيه، بس في المقابل وانت فرحان جدا ده يا راجل، ده الاهلي متصدر مجموعته، متعادل بره الارض، كان كسبان لغايه الوقت البديل، كلها حاجات ايجابيه حتى لو كان المردود العام ما هوش احسن حاجه، بس يتعامل الاهلي على انه اخفق وانه فشل وانه في صدمه وانه الكيرف نازل وانه المدرب وصل لطريق مسدود وانه فقد الثقه وانه لازم يمشي، يكون النهايه انه عايز يوصل للنقطه دي يا باشمهندس، انه المدرب لازم يمشي. هو ده اللي انا بقوله استاذ ابراهيم. يعني خلينا نسيب للي برانا اللي ما بيحبناش اللغه دي. لكن احنا وانا سعيد ان انا شايف ده دلوقتي. ناس كتير تنبهت لهذا الامر. وبقى لنا 48 شايفين الميزان بيتعدل. ايوه. والعدل يعود الى مسانده الاهلي بالطريقه، الاهلي فوق الجميع فعلا، ساعه بقى ما نستشعر الخطر هنلاقي جمهورنا كله وراه، انا متاكد من هذا. والجمهور عنده قدره على الفرز، اللي هيلاقيه بقى خارج السرب هو اللي هيفرزه. طيب الخروج من ده مين يعمل ايه؟ مارس الكورة أولا يعمل أنا عايز أقول لك حاجة، البطولات اللي أنت لعبتها أيوة كانت في التوقيت اللي الفرقة ما بتبقاش في أحلى أعلى معدلاتها، لا البدنية ولا الفنية ولا النفسية، لأن بداية الموسم. فده هرم مقلوب، إنك تخش البطولة وأنت في قاع الاستعداد. يعني عادة البطولات بترسم لها كيرف، تلعبها إنك توصل لقمة استعدادك البدني والفني والنفسي، تلعب البطولة تحاسب عليها زي أبطال ألعاب القوة. بوليت لو جري جاب رقمه لازم يكون هو في أحسن حالاته. طب لو مش في أحسن حالاته مش هيجيب رقمه. مش هنقول بقى انتهى يا بوليت. لا، هو جات له في اللحظة الغلط. أنا عايز الناس تحاسب النادي الأهلي برضو ووضع كل الاعتبارات دي في ذهنها. لأن لو المواعيد بتاعة البطولة دي الله أعلم يمكن كنا أدينا أحسن من كده، كنا رغم إن إحنا شايفين إن إحنا برضو بأدائنا اللي ما كانش أعلى حاجة كان أحرزنا هدفا صحيحا لم يحتسب لينا، ضربة جزاء لم تحتسب، احتسب علينا ضربة جزاء أقل وضوحا من التي تغاضى عنها الحكم. يعني كان في برضو لو في عدالة ميزان عدالة تحكيمية كان ممكن تعدي بالمباراة دي. في مباراة صن داونز اقول لك ايه، جالك ضربة جزاء غيرت مصير
المشوار بتاعك مع البطوله لو احرزت تغير المسار. فانت هناك التوفيق وعدم التوفيق، التوفيق من حكم والتوفيق من لاعب، عدم الجاهزيه، الثلاث اسباب دول. عايزين نساعد فرقتنا، احنا مش هنقدر نساعدها بدنيا، احنا كجمهور ملناش دور في البدني، لكن هنقدر نساعدها نفسيا الذي يؤدي الى مساعدتها فنيا. ازاي؟ تعالوا كلنا في ظهر الفرقه، كلنا مع المدرب مهما عمل، خلينا نتجاوز الامر عشان داخلين على معترك صعب جدا، اصعب مره في اصعب كاس عالم، انت رايح تلعب والمستضيف هو المنافس المباشر، المنافس المحتمل، المباشر المحتمل المستضيف في دوري المليارات. ايوه النهارده. فيا جماعه خلينا ورا الفرقه نجرب على الاقل، ما يبقاش التقصير من ناحيتنا. طيب علشان برضو تكتمل القراءة اللي بنحاول تكون منطقية وأمينة، انت خسرت البطولتين السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي لأسباب تتعلق بحالة بدنية اتفرضت على الفريق زي ما المهندس عدلي قال، وحالة ذهنية شابها الكثير من الخطأ. في الأولانية كان في ثقة زيادة شوية وعدم تقدير كافي لقوة المنافس الجزائري، وفي المرة الثانية كان في برضه عدم تأهيل نفسي وذهني كافي في مواجهة صن داونز. الحل البدني والحل الذهني، العاملين دول كانوا حاضرين في ضياع البطولتين عشان نعرف أسباب الفقد إيه. الحل الذهني تذكرت حاجة ممكن الناس تفتكرها. أيوه. أول فيلم الروكي. آه. كان جاي من المجهول. آه. واحد مش مصنف. آه. يمتلك الحماس والعزيمة والغموض والنهم، النهم إلى إحراز البطولة. فحقق المفاجأة بالصمود الأول مش بالناحية الفنية، قدر يكسب البطولة، اتعمل له تمثال في البلد بتاعته. أي. المدرب بتاعه عشان راجل سنانه واقعة وفاهم الدنيا قال له إيه؟ إياك أن تفقد نظرة النمر الجائع. لو فقدت نظرة النمر الجائع للبطولة هتخسرها. لكن هو عاش ايه؟ بيتصور جنب التمثال، بتعمل له احتفالات، جت البطولة اتمرن، اخش الجيم بعد ما كان ايه؟ بيتمرن في الغيط ويجري ورا الفراخ يمسكها بطرق بدائية ولكنها شديدة الصعوبة، ابتدى يعيش حياة رفاهية شوية. خسر البطولة. قال له قلت لك لا تفقد نظرة أو شهية النمر الجائع. أنت مهما اتكلمت، مهما اتكلمت إذا شبعت هتفقد شهية النمر الجائع. أنت الشعر. جاي من خمس بطولات بتلعب بطولة اعتبرها البعض في المتناول، جت في التوقيت الغلط مع تشبع أدت إلى نوع من التراخى الذي لا يسمح بتحملك لأخطاء. فلما تغيلك جون يبقى صعب عليك، لما تغيلك ضربة جزاء يبقى صعب عليك، لما تحسب عليك ضربة جزاء يبقى صعب عليك، لكن لو أنت في حالتك هتضيع دي تجيب دي، هتضيع دي تجيب دي. ايوه. ونبتدي نتكلم، هو احنا جبنا ثلاثة ليه؟ احنا كنا ممكن نجيب سبعة، برضه ما يعني، بس يعني دي حاجات ممكن نتدلع فيها على بعض. عايز خمسة، أنت جبت ثلاثة ليه؟ نستحمل بقى. الفرقة شكلها حلو. فرقة بتجيب أجوان وبتضيع أجوان. أنا عايز الحالة دي. احنا عملنا في أزارو إيه؟ وهو بيجيب أهداف بنحاسبه على اللي ضاع منه. ايوه. يا عم ده هداف الدوري، ده هداف أفريقيا. ده جايب لك يجي غير الاجوان اللي جابها، عمل كام اسيست وجاب لك تسبب في كام ضربه جزاء. انا شايفك بتتكلم على ازارو كتير. لاني زعلان، ده المثل الواضح، كل الناس هي بتقول لك فين ازارو؟ الناس اللي كانت بتهاجمه، فين ازارو؟ لان كان ساعه ما بيتهاجم انا كنت خايف ان احنا نفقده. خايف ثقته تروح بنفسه. يا عم ضيع، جيب لي جولين وضيع. خلاص انا عايز تاني. ما انت بتضيع ليه؟ لانك بتوصل كتير. بالظبط. بعضها بتوصل في معظمها بتبقى انت اللي صانعها وبتاخد قرار. اه قرارك فيه يا يسطو التوفيق يا جن، يبقى اراك في حاجات كتيره للفيرود بيتقري زي ما انت بتقرا الجون هو بيقراك. وبتروح اللي اقدر اراهن واقول هو ده، ما حدش هيقدر يطلع فيه القطط الفاصله، ما فيش.
دلوني عليه. هيبقى في ناس كويسه وناس موفقه، وانا كان عندي الانواع دي. انت عارف باجي اللي قالوا باجي كان مفركش شويه لكن كان بيوصل للجون وكان يقدر وكان قوي. وصل دلوقتي 6 7 مليون دولار ثمنه في اوروبا. ايوه. واللي بيهاجمون عليه الاهلي كسب من وراه فلوس بالاعارات اللي عملها. ليه افقد حاجات زي كده؟ ليه؟ بس. خايف من فقدان نظرة النمر الجائع؟ لا بقى دي للعيبة بقى. ايوه. لا تفقد شهيتك لتحقيق الفوز ونهمك لتحقيق البطولات. انت تاريخك كله بيتكتب في سنتين ثلاثة اللي جايين دول. اللي هيلحق يكمل مع النادي الاهلي فيهم هيعمل تاريخ ما حدش يعرف يجيبه تاني. احنا عمالين نتكلم على جيل ابو تريكة وبركات والجمعة ومحمد شوقي ومتعب وفلافيو وجبرتو، عمالين نتكلم وشادي. هذا الجيل مرشح انه اذا ما فقدش شهيته في حرز البطوله يتجاوز هذه الامور. يتجاوز؟ طبعا قرب. احسبها له مره كده. يعني كهربا وحسين الشحات والمجموعه دي يستطيعوا. والشناوي ما يشبعوش. يفضلوا على محافظين على اسباب التفوق. مش اللي هي اكتر حاجه بتسعدك ايه دلوقتي؟ اكتر حاجه تكسبك ايه؟ اللي يسعدك طبعا انك تستمتع والناس تسقف لك وتمضي منك اوتوغرافات وتتصور وتعيش شيء من الرفاهيه. لكن اللي حالك البطولات الا تفقد نهم النمر الجائع، انك تقرص على نفسك، انك تحافظ على وحده الفريق، انك تضحي، انك تفرح لزميلك، انك تلعب لعب جماعي، انك تلتزم باداء مدربك، وكلها فيها عنصر التضحيه. إذا فعلت هذا أنا بضمن لك إن الناس كلها برضو هتحترم محاولتك. ساعة الجد هيشوفوك صح. ساعة الجد هيشوفوك صح. واللي بيهاجمك، تصور يا أستاذ إبراهيم، أنت دلوقتي وأنت كسبان، هو أنت محتاج إن أنا أقول لك برافو عليك؟ محتاج. طب إلا ما قلتهاش. المنافس بيقولها لك. الإعلام اللي ما بيحبكش بيقولها لك. أيوه. الناس اللي في الشارع بتقولها لك. أيوه. واخد بالك؟ طيب وانت عملت اللي عليك بس ما اخفقت، هتجد بقى كل اللي قالوها لك لا ينتمون اليك هم بيهاجموك. يبقى مين اللي لازم يقولها لك؟ ما يهمكش، قوم بقى. انا بقى هنا بقى تزعل مني لما قلتها لك. اذا قيمه المؤازره عند اما تبقى الدنيا مش 100 100. مش عايزك وانا فرحان، مش محتاجك وانا بحتفل. محتاجك كل اخوات، لكن حاجتي اليك اكتر ملحه. لان محدش هنصفني غيرك. صحيح. انا في لحظه ماليش الا جماهير يا جماعه، اولا واخيرا وسابعا اللحظه دي محدش للنادي الاهلي غير جماهيره. ده كلام مهم نطلع منه الفاصل، وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، وتاني هقول لكم اللي حصل بيننا وبين المهندس عدل في الفاصل. هو انا مش عارف عشان ما اخبيش حاجه، مش عارف افتح بوقي معاك عشان ما اخبيش حاجه عنكم. كنت بساله الاهلي هيشارك في كاس الرابطه السنه دي ولا لا؟ ها قول للناس اللي انت قلت. لا انا بدون مصادره، ايوه، على الراي الفني او الراي الرسمي. انا كاعلامي، انا كواحد او حتى امنيتي كواحد اهلاوي يعني. عجبتني تجربة موسيماني في أول لما شارك فيها بولاد صغيرين. وهكذا ينبغي أن تكون بالذات البطولة دي أهدافها بالنسبة لنا واضحة فيها إيه. واحد يقول لك كل بطولة نخشها عايزين نكسبها، وماله، نبقى عايزين نكسبها برضو من خلال تجربة زي دي. لأن الحقيقة إحنا نفسنا شفنا لعيبة ما كناش متوقعين. رأفت خليل، كوكا، زياد طارق كتير، اللي اتباع واللي اعير وكانت فاترينا جيده. ده في منهم لعيبه، ياسر ده بيلعب في تشيكوسلوفاكيا، محمد ياسر، وفيرود بيتجهز صح. عامل ايجابيات يعني. بيتجهز صح. حلوه دي. فانت عندك حاجات كتيره تحتاج لمثل دي. انت بتحتاج ماتشات وديه، لا دلوقتي انت دي بطوله اثناء التوقفات. العب. رأي يعني، احب اشوف الجديد، الناقهين، البعاد، يعني اعتقد انها تبقى انها فرصه كويسه. عجبتني التجربه.
ما اعرفش تناسب، ما اعرفش ظروف تسمح دلوقتي ولا لا. على فكره يا جماعه يعني هي فيها وجهتين نظر، واحده منهم ليها علاقه باللي احنا بنقوله. يعني وجهه نظر هي القرار لم يصدر بعد، اتحاد الكره بعت او الرابطه بعتت للانديه ال 18 اعضاء الدوري للمشاركه ولائحه البطوله او الوثيقه بتاعتها. وجهه النظر المتحفظه في الاول على المشاركه بتقول ان الاهلي هينقصه حوالي 7-8 لعيبه هيكونوا مع المنتخب الاول، وقد يختار ميكالي للمنتخب الاولمبي ببعض اللاعبين، فالاهلي قد يغيب عنه حوالي 10 لاعبين دوليين في خلال فتره البطوله اللي هتتلعب اثناء كاس الامم الافريقيه، تقريبا اتحدد لها من 7 يناير لغايه 11 فبراير. فهنا التحفظ جاي نتيجه انه مع هذه الغيابات الكثيره ربما يكون في ضغوط بسبب النتائج، وانك انت نتائجك ممكن ما تبقاش احسن حاجه، فده يمثل ضغط عصبي على الفريق وعلى اللعيبه وعلى الجهاز. دي وجهه النظر المتحفظه. وجهه النظر الايجابيه اللي ممكن اي حد بره الاطار ده يبقى شايفها، دي بطوله فرصه ذهبيه جدا للاهلي وللجهاز الفني. أول حاجة عندك عدد كبير من اللعيبة محتاج يشارك في المباريات، ما بيلعبش، يعني ممكن تعدد ناس كتيرة قوي أنت تتمنى أنك تعمل لهم. أنت قلت وجهة النظر دي التانية. دي التانية، وجهة النظر التانية أنه المكاسب كتيرة قوي، أنك أنت عندك عدد كبير من اللعيبة لا تتاح ليهم فرص المشاركة والتجهيز، ربما دي كانت أفضل فرصة لتجهيزهم. عندك عدد كبير من الولاد الصغيرين مواليد 2005، كان وائل رياض واخد منهم في المنتخب الشباب 6-7-8، يعني في عناصر بروموسنج عندهم 18 سنة وده سن مش صغير. لا وتحت السن كمان. وعندك في فريق 2003 تحت السن عدد من اللعيبة اللي ممكن دي تكون آخر فرص لظهورهم وتقييمهم بشكل موضوعي أو تسويقهم تجاريا بشكل أحسن. فدي فاترينا أو توقيت البطولة مهم جدا للأهلي فيها هذه المكاسب. أنت لما تلاقي مثلا ندفد محتاج عدد من المباريات، قيس على كده بقى محمود متولي مع عودته، أكرم توفيق مع رجوعه ومشاركته، كريم الدبيس مع مشاركته، عايز عدد من الماتشات. أنت عندك فرصة حقيقية في بطولة جادة لو الأهلي تخلص من ضغط النتائج، لأنه من الوارد جدا أن النتائج ما تبقاش أحسن حاجة، بس الفرق الكبيرة زي الأهلي عالميا لما بتدخل أي بطولة بيبقى التارجت أو الهدف بتاعها معلن، أنا داخل البطولة دي أهدافي كذا، أهدافي التجهيز، أهدافي التسويق، أهدافي إن أنا أستكشف عناصر جديدة، مش أول هدف عندي الفوز بالبطولة. فلو لو الرؤية دي واضحة عند الجمهور هيخلص الفريق والجهاز من الضغط العصبي اللي بيخشى وقوعه في حال أي نتيجة غير إيجابية. صدقني يا أستاذ إبراهيم، الجمهور بيبقى وحشه الأهلي. يعني انت مجرد ما هتلعب الناس لكن احنا في كل الاحوال نرجع تاني لايده في الميه، مش زي ايده في الميه، احنا ايدنا في الميه وبنرغي. واخد بالك؟ لا ندعي ان احنا راينا الصواب، ولا ينبغي ان يؤخذ راينا وكانه توجيه او ضغط. لكن الوجهتين طرح وجهات النظر، اللي بيقول لا بيقول لا ليه، واللي بيقول بيقول ليه، وعلينا يعني او على متخذ القرار انه ياخد القرار اللي يناسبه هو. أيوة. مش اللي يناسب افكارنا. ايوه وهنحترمه وهندعمه ومؤكد هيكون عنده معطياته برضه، لانه احنا دايما لما بنتكلم مش حاطين في اعتبارنا انه صاحب القرار عنده معطيات قد لا نعلمها. بالظبط كده، ده اللي عايز اقوله. اللي ايده في الميه مش اللي ايده في النار. اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، لكن في دار السلام كاد الامر يكون تمام. والله لولا الدقائق الاخيره، لا لولا الكره الاستثنائيه اللي اتلعبت. الحقيقه يعني الاداء فيه كتير من الجوانب الايجابيه، وفيه دروس ايضا، بس لما تحط في الاعتبار انه يانج افريكانز ده واخد الدوري التنزاني 29 مره، سيمبا العريق العتيد الاشكيف واخده 22 مره، يعني هو عدد بطولاته تزيد عن عدد بطولات سيمبا، وفريق عنده مشروع، رئيسه خد بالتزكيه انتخابات رئاسه رابطه الانديه الافريقيه، وبيعمل مشروع كبير، لان انت هتلاحظ عدد كبير من اللعيبه اللي في يانج افريكانز اللي من
كوت ديفوار واللي من زامبيا واللي يعني في كتير من المحترفين داخل القاره مستقطبهم، عشان كده ده فريق بيتبني بشكل كويس. انت بقيمتك وبعراقتك كنت الافضل خاصه في الشوط الثاني، وكان يجب انك تخلص في اكتر من 3-4 فرص. نرجع ونقول لاعبو الاهلي يحتاجون الى نظره النمر الجائع، دي خلاصه فلسفه الموضوع. سيناريو الماتش كمان يا استاذ ابراهيم لمختلف. يعني هم جابوا جونهم وانت اللي اتعادلت، الناس كانت هتبقى مبسوطه بالظبط، انما انت فرحتنا اللومه وانت بتبلعها رجعتها. هي دي بالظبط. هو ده. طيب نشوف مستر مارسيل كولر بعد هذه المباراه كانت انطباعاته ايه. اعتقد ان احنا عملنا في المجمل الماتش كويس. الشوط الاولاني كان عندنا فرصه وفرصتين في منتهى الخطوره، جوان حقيقيه، فرص حقيقيه. الشوط الثاني كنا كمان افضل، سيطرنا على المباراه، اضعنا اهداف كمان اول دقيقه في الشوط الثاني، نزلنا ضيعنا جون، مركزين من اول دقيقه في الشوطين. الشوط الثاني بنضيع، جبنا جون، ضيعنا بعد الجون كمان الاولاني كنا ممكن نجيب 2-0. للاسف لعبنا بشكل في اخر 5 دقائق كنا بنهاجم زياده عن اللزوم، وكنا المفروض نقف شويه، فده كلفنا جون. ورغم كده برضو ضيعنا بعدها جون كان ممكن نتقدم بيه، لكن في المجمل نتيجه 1-1 قد تكون مرضيه في العام لها بره ارضنا، مع اعتبار الجو رطوبه عاليه هنا جدا، درجه الحراره برضو مش زي عندنا في بلدنا. لكن كل ده بنحطه في الاعتبار، نقول ان النتيجه ممكن نقبلها، لكن طبعا بالنسبه للفرص اللي اتاحت لنا النهارده كان المفروض نكسبها. احنا سعداء جدا بعوده كابتن عمرو السوليه لينا. كابتن عمرو خبره كبيره جدا، نزوله عمل هدوء في نص الملعب، قدرنا نسيطر اكتر، عمل اداء هايل من ساعه ما نزل، واحنا سعداء جدا بخبرته بادائه النهارده. كريم كمان النهارده عمل ماتش كويس، تحرك كويس جدا في الكوره، ضاع فرصه 100% محققه بتحركه الرائع في العمق. لكن برضو احنا سعداء بعوده كريم التدريجيه للمباريات، كجناح مهم جدا للنادي الاهلي. بالنسبه ل هو التعادل، التعادل معناه ان في الاخر النتيجه متكافئه، لكن اعتقد بحساب الفرص احنا اضعنا 3-4 فرص، انا ما بسميهاش فرص، دي المفروض اهداف، يعني كور المفروض تخش جوان على طول محققه. لو كانت الجوان دي دخلت او الفرص دي دخلت، احنا بنتكلم في النتيجه كانت تخلص النهارده 3-4، كان الكلام هيتغير خالص بعد المؤتمر. لكن هي دي كره القدم، كره القدم مش بتقدر ان انت دايما تعمل كل اللي نفسك فيه، جزء من كره القدم تضييع الاهداف. اعتقد ان احنا النهارده بحساب الاهداف الفرص، ولو كنا احرزنا الفرص كنا احنا الفريق اللي ليه حظوظ اكبر بكتير النهارده. احنا في المجمل احنا الشوط الاولاني كنا كويسين جدا دفاعيا، يمكن هجوميا كان ناقصنا شويه ان احنا كنا بنفقد الكوره كتير، كان مفيش ثقه شويه في نقل الكوره. لكن احنا اتكلمنا مع اللعيبه بين الشوطين في ده ان احنا بنفقد الكوره كتير، اتكلمت معاهم واديت لهم تعليمات بين الشوطين، عملنا تغيير، بدات الامور تتحسن كتير الشوط الثاني. التغييرات اللي بدانا نعملها حركت الفرقه جدا، سوليا طبعا بهدوءه، كريم خلق فرصه خطيره جدا، طاهر قدام كان عامل زي هو بيقول زي الاعصار، كان عامل ازعاج غير عادي للمنافس من ساعه ما نزل، ما بيقاتل على كل كوره، وخلق برده فرصه خطيره جدا جوه ال 18 كانت تنهي المباراه. فمهم جدا ان التغييرات تساعدك ان اللاعب يبقى نازل مركز، ان هو عايز بيساعدني على التغيير اراده اللاعب ورغبته. مفيش لعيب النهارده بخل بالجهد في المباراه، كل اللعيبه ادت اللي عليها وعملت كل حاجه، لكن كان في غياب للتوفيق، واحنا لازم نبني على ده ان شاء الله. بحساب النتيجة أراها نتيجة مرضية، بحساب واقع المباراة يجدها النتيجة غير مرضية، بحساب الفرص الضائعة. حتى بعد ما كسبنا ضيعنا فرص، وهنا ابتدى ينقد ربما نفسه كمان مع الفريق. كان ينبغي نهدى شوية، ما نهاجمش قوي كده، كان احتمال واحتمال، وانت متراجع دفاعين يجي فيك الجون او يجي جون تاني يتقال له انت ليه تراجعت دفاعيا. كرة القدم فيها كل هذه الاحتمالات وكل هذه الآراء، مفيش حاجة يعني مؤكدة صح وحاجة مؤكدة خطأ، لكن المؤكد اللي هو قاله، لم يبخل أحد بجهد. مبسوط من السولية، مبسوط من كريم فؤاد. عايز أسألك عن السولية،
يرى طاهر. وهنا لازم اتوقف يا جماعه، لما تلاقوا حد بيحاول يعمل اللي عليه ساعدوه. قال لك كل اعصار، خلق لنا مشهد هجوم محترم، تواجد هجومي قوي. يعني مش كل واحد لازم يبقى بالطعم اللي انت عايزه. شوفوا تكتيكيا ادى زي ما الراجل عايزه ولا لا. ف مظلوم طاهر، الناس عايزه دايما كل حاجه في اللعيب. حتى اللعيب اللي هو بتسانده دلوقتي لو ماتشين ثلاثة نقص حاجة من اللي هم عايزينها فيه، لكن بقية الحاجات موجودة مش هيصبروا عليه. لا، عايزين ناخد لعبتنا واحنا متأكدين عندنا أفضل لعيبة في مصر. أكتر من حد سمعته إنه طاهر ما قدمش أحسن، يعني أنا احترمت رأي عماد متعب فيه جدا، وعماد واحد من الناس اللي أمينة في رأيها، وحتى لما بينقد أو يعلق على أداء لاعب قد إيه بيكون راجل رياضي بجد، لأنه في ناس أخرى بتتجاوز التجريح والتجاوز. وبتنسى وهي لعيبه كانت بتعمل ايه؟ على فكره يعني في منهم، خلي الكلام ده اليوم الخميس، بس في منهم يقعد يتكلم على انه اللعيبه ده مكان وانه ما ينفعش ابدا يأدي الاداء ده، ولو رجعنا لنفس اللعيبه القدامى لعدد كبير جدا مش قليل من مبارياتهم وكتير كان اتفرجنا كلها عليها كويسة. عمرها ما كانت كلها كويسه ولا عمرها ما كانت في الاجاده العاليه. وده اللي انا بستغربه. دي طبيعه الكوره. فعماد متعب كان رايه لما ساله اعتقد ابراهيم فايق على طاهر، قال له عنده اكتر من كده، عنده اكتر من كده لكن أيوة. مخلص وبيقدر وبيعمل فارق. فانت قلت نقطه ساعدوه على انه يطلع اللي عنده، بتحس انه عايز يرجع ساعدوه. ده كلام مهم جدا، لكن تبقى نظره النمر الجائع هي خلاصه هذه الحلقه التي يحتاجها لاعبو الاهلي بالتاكيد. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير ان نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.